فراشاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. 2020 تقريبا ما نزلتش فيها الا فيديو واحد بس، وان شاء الله الفترة الجاية انزل ريفيوز اكتر. هخش في الموضوع على طول ومش حلوك كتير. الريفيو بتاع النهاردة زي ما انتوا عرفتوا من العنوان عن كونسيلر كيت من اوريفليم من ذا وان دي، انا كنت جايباها ب 114 حاجة كده، كان نازل عليها اوفر انه لو طلبتي اوردر وطلبت واخترتي حاجة من الحاجات اللي هم محددينها بيبقى الشحن فري. فانا اخترت البالت دي لان انا كان نفسي فيها بصراحة من ساعة ما نزلت. هو ده شكلها، في مراية من جوه، الكواليتي بتاعت المراية حلوة جدا، حجمها صغير، الكيت نفسها حجمها صغير، تنفع تتحط في الشنطة، في المحفظة، في الميك اب باج بتاعتك وانتي في اي مكان. هي 3 الوان، اول لونين كريمي وتالت لون ده يعني يعتبر هايلايتر باودر مش كونسيلر، دي الدارك. دي الالوان بتاعتها، اولا الكيت دي غامقة عليا بس انا بستعملها ككوريكتور، بتكنسل الهالات وكده. نيجي من اول لون تحت، ده باودر ما حبيتهوش، حسيت ان هو ملوش اي لازمه. اللونين التانيين جربت احطهم بالفرشه وبايديا بالسبونج، كانت احسن حاجه بايديا، هو كان بيندمج بسهوله وما كانش بيدخل في الخطوط. حبيت ان الدرجه الاولانيه اللي فوق على مشمشي شوية فتحفة في كنسلة الهالات، فأنا مش ندمانة بصراحة إن أنا جبتها لأنه هي كنسلت لي الهالات وناعمة جدا، وبحطها بإيديا بتندمج بسهولة. لما جربتها بالفرشة بحط كتير وأنا مش محتاجة دوت، يعني هو فعلا بإيديكي هي أنسب حل إن أنت تستعمليها. هي دي الألوان بتاعتها، ده شكلها، ده السواتش بتاعهم، بجد حلوين قوي. ده السواتش بتاعت الباودر، ناعمة زيادة عن اللزوم، مش حبيها مش بستعملها اصلا. ده كان الريفيو، يا رب الريفيو يكون عجبكو وسريع واهو ما فيهوش لك كتير، ومش هكمل معاكو 4 دقايق. قولولي رأيكو في التعليقات، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان اشوفكو قريب. باي.